الشخص اللي جاي معانا هي برضو برضو بس اللي بعده هيبقى هو ماشي. هي ترى عمان برضو كانت معاك في برضو كانت معاك في الاغنيه. بس احنا دلوقتي مش هتقلدها ولا هتحكي حاجه. انت هتقول ثلاث صفات حلوه الناس دايما بتحبهم في ترى. ترى كاريزماتيك جدا، روحها حلوه، يعني لما تخش مكان كده تحسي، انا بشبهها بالفراشه، هي فراشه كده تحسي في حاجه طايره، هي مش بتتمشى زينا على الارض، هي طايره في اللوكيشن. دمها خفيف يعني برغم ان هي نصها اجنبي وكده، بس لا عندها خفه دم المصري، عندها انسايتس مصريه ودمها خفيف وكده. اوكي برافو عليك، يلا بينا نسحب. انتوا ايه كله من متعلق بيك يعني. قول خمس اعمال لطاره اختار لها صوره عنها على السوشيال ميديا في اللالا لاند. اقول خمس اعمال لطاره بجد؟ يلا. انا حاسه ان هو اتوتر شويه. لو فاكر انا حاسه ان صوره في اللالا لاند هتبقى اسهل. طلعها دلوقتي. صوره في اللالا لاند دي معناها ايه؟ انت شايف ان الصوره دي بتعبر عن كانها هي في اللالا لاند؟ يس. بس ممكن تقول خمس اعمال عادي براحتك. نعمل الاثنين. يلا بينا. عملت مع محمد عادل امام، وعادل امام كان مش فاكر اسمه ايه، صاحب السعاده باين. اوكي انا مش فاكره الاسم بس كان صاحب السعاده. تقريبا مسلسل. وعملت الفيل الازرق اتنين. وعملت عملت اسمه ايه؟ ايوه نشوف الصوره بسرعه. ايوه نطلع الصوره. انا عامه هنشيل الحته دي عندي خالص يعني منتج يا باولو. لا ليه على فكره عادي.